معايا مداخلة الآن مهمة جدا مع المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية من فرنسا. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجد حضرتك معايا. أهلا وسهلا، أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. الموقف إيه بالنسبة لبعثتنا المصرية في الأولمبيات؟ كنت لسه بتحدث منذ لحظات إنه إحنا من الضروري أن ندعم بعثتنا المصرية للنهاية. رأيكم أنتوا كلجنة أولمبية فيما حدث في أول أيام للأولمبياد بالنسبة للبعثة المصرية يا فندم؟ طبعا لازم تدعمهم للنهاية، وإحنا هندعمهم لغاية آخر لحظة. عظيم. إحنا قلنا من الأول إن فرصنا الأكبر في الميداليات هي في الآخر وليس في الأول. كان عندنا فرص في السلاح النهاردة بزيادة السيسي، لم يوفق وأحرز المركز الرابع، مركز مشرف، مركز كويس، إنما كنا بنأمل في ميدالية. إحنا فخورين بيه وبإنجازه. عندنا 2 لعيبة، محمد عامر أيضا وصل دور الثمانية وخسر بصعوبة من نفس اللاعب الإيطالي الحقيقة. إنما دي رياضة وإحنا عارفين إن ده وارد. اللعيب اللي بيبذل أقصى جهد ليه وبيخسر أو يحقق مركز متقدم أو متأخر إحنا ما عندناش مشكلة فيه. إحنا كان مشكلتنا الحقيقية النهاردة في اللاعبة يمنى، لأول مرة بنتأهل ببنت في منافسات الملاكمة وما قدرتش إنها تخسس وتوصل للميزان المطلوب للعب. هل في موضوع يمنى واحنا كنا فرحانين بيها، وانا كنت استضفتها هنا في رقم 10 وكنا فرحانين بيها وفخورين بيها جدا وكان عندنا امال كبيره معاها، هل ده كان في اي خطا اداري يا فندم؟ هل احنا ما تعاملناش مع الامر بشكل جيد؟ عايزين نفهم برضو اللي حصل في موضوع يمنى. احنا تعاملنا مع الامر بشكل جاد جدا، يمكن بس احنا عاملين تحقيق دلوقتي وعندنا اجتماع كمان ساعه لجنة اولمبيه مع سياده الوزير لمناقشه هذا الموضوع تحديدا وما اثر عنه التحقيق اللي اتعمل النهارده. ده احنا نعرفه ان شاء الله كمان ساعه من دلوقتي. عظيم. انما احنا عارفين من يوم ونص فاتوا ان هي وزنها زايد كيلو ونص ومحتاجه تخسس جامد. العاب النزال ده طبيعي، ده شيء طبيعي جدا فيها موضوع التخسيس. اللاعب بيبقى زايد عن وزنه وبيقدر يعمل برنامج التخسيس بتاعه عشان يوصل للوزن المطلوب يوم الميزان، ثم بياكل تاني بعديها عشان يبقى عنده طاقة كافية للعب. فليه هي ما قدرتش انها تنزل بالميزان مظبوط؟ ده شيء يعني التحقيق هيبين ايه سببه. عظيم. زياد السيسي قال بعد المباراة، مباراة المركز الثالث، ان هو كان في مشكلة في التركيز، انه أول مرة يتحط في هذه المرحلة في المنافسة في الأولمبياد فتأثر تركيزه وتشتت. راي حضرتك واحنا كان عندنا كلنا، وانا متاكد انتوا كمان كان عندكم نفس الامال في زياد السيسي انه ياخد اول ميداليه لمصر. زياد بطل كبير جدا، وقف لمصر على منصه التتويج اكثر من مره على كاسات العالم، وصل الى الاولمبياد وهو في الرانك الاول على العالم. ثم النهارده قدر يصل ويفوز بمباراه صعبه جدا الى وصوله الى السيمي فاينل. انا فخور جدا بزياد وتحليله للموقف. قال انا لا الوم التحكيم على الاطلاق. وانا فقدت تركيزي للحظات وما قدرتش ارجع للتركيز المطلوب، وده هو فعلا افقده ميدالية. انا في تخيلي ان اول ما وصل للسيمي فاينل بدا يفكر في تحقيق الميدالية وعمل الميدالية والفوز، وده اكبر خطا ممكن يقع فيه اي لاعب. زياد لاول مره بيلعب اولمبيك جيمز، اولمبيات غير بطولات العالم، الضغط النفسي فيها بيبقى اعلى كتير. انما هو بطل كبير ان شاء الله، لسه في مسابقه الفرق يقدر يعوض ان شاء الله، وهو وزمايله يحظوا لنا ميداليا باذن الله ان شاء الله. منافسات تنس الطاوله كنا مستنيين نتائج افضل النهارده ولا كانت نتائج متوقعه يا فندم؟ لا، النتائج غير متوقعه، مش هقول غير متوقعه، تنس الطاوله غير متوقع منه ميداليا اولمبيه عشان نكون واضحين. انما كنا متوقعين ان كل واحد يؤدي افضل ما عليه ويحسن ترتيبه ويوصل لابعد مدى ممكن. هنا جوجا كانت مصنفه 31 على العالم، بتلاعب البنت الهولنديه مصنفه 71 على العالم، كان متوقع طبيعي ان هنا هي اللي تكسب، انما هنا خسرت هذه المباراه. وده بيحصل في الرياضه يعني، برضو هنا صغيره جدا في العمر لسه، قله الخبره، اول اولمبياد ليها. الاولمبياد الماضيه كانت موجوده كريزيرف بلاير، لاعب احتياطي لم يشارك. لسه عندها فرصة مع الفرق انها تلعب مباريات اكتر، انما احنا مش بننافس على ميداليات البنات تنس الطاولة. بطبيعة الحال كلنا كمصريين نفسنا نشوف علم بلدنا بيترفع، نشوف ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية. الناس بتزعل قوي
يا باشمهندس لما بيبقى في هزائم او اخفاقات في الاولمبياد، تقول ايه للناس ديت وتقول لهم ايه وتطمنهم بايه ان شاء الله للي جاي باذن الله؟ اطمنهم ان لسه فرصنا موجوده، احنا عندنا 11 12 لاعب عندهم فرص ميداليات، اول واحد فيهم لم يوفق واحرز المركز الرابع، لسه عندنا 11 لاعب اخرين عندهم فرص في رفع الاثقال والخماسي الحديث، والسلاح لسه عنده فيه فرص سواء في الفرد او في الفرق، وعندنا في التايكوندو وعندنا في المصارعه وعندنا في الفروسيه، ففرصنا لا زالت موجوده. وان شاء الله، واحنا عارفين ان اكبر فرص لينا موجوده في اخر 4 ايام في الاولمبياد ان شاء الله. مهندس شريف العريان امين العام للجنه الاولمبيه المصريه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله، ربنا مع ابطالنا باذن الله ان شاء الله نفرح. خدوا بالكم احنا رايحين صحيح ببعثه كبيره، بس مش رايحين بالبعثه كلها هتكسب. تاني، مشاركه كثير من الالعاب في الاولمبيات له دلالات وقيمه وزياده تصنيف وتفاصيل واحتكاكات مهمه عشان لما نشارك في اولمبياد. يعني هاله جوده النهارده اللي خسرت مباراه دي وهي لسه صغيره في السن، كلها خبرات هتاخدها عشان تيجي في الاولمبيات اللي بعدها وان شاء الله تاخد ميداليه. فلازم نشارك. في ناس برضو تقول لك ايه يا عم، طب يا فرحتي رايحين باكبر بعثه بس مش هناخد بيهم ميداليات، هناخد كم ميداليه وخلاص. كله مكسب،